الله الرحمن الرحيم. شعبان زكريا موسى نقيب محامي حلوان فرعية. النهاردة جينا بنأيد السيد معالي النقيب ومجلسه الموقر في كافة القرارات بشأن تنقية جداول المحامين مصر كافة، وجايين بنأيده ونتضامن وندعمه في شأن التعليم المفتوح. فهو بالنسبة لنا كجميع محامين مصر وحلوان خاصة مرفوض تماما مساواة الجامعة المفتوحة أو التعليم المفتوح بكلية الحقوق وإدخالهم بنقابة المحامين. الكافة يعلم دراسة التعليم المفتوح وأنه أنشئ لتسوية حالة وظيفية فقط لا غير، وأنه تم رفضه من جميع الجهات الحكومية، النيابة العامة، النيابة الإدارية، هيئة الدولة، الشرطة ترفض الحقهم بهيئتهم الإدارية وبالتعليم المفتوح. بالنسبة لهم مرفوض حتى في جميع إعلاناتهم عدا التعليم المفتوح، فليس لهم دخول أيضا. بالنسبة لنقابة المحامين مرفوض أيضا المساواة بين جميع الجهات الحكومية وجميع الوزارات، وزارة العدل، وزارة الداخلية، جميع هيئات الدولة مرفوض الحق التعليم المفتوح بنقابة المحامين. ونحن نؤيد السيد معالي النقيب ومجلسه الموقر في كافة القرارات ونؤيده وندعمه يوم 15/1 إن شاء الله بأمر الله، ونرفض التحاق الجامعة التعليم المفتوح بنقابة محامي مصر. شكرا. احنا جينا نتضامن مع السيد النقيب، المجلس كامل حاضر النهارده التضامن مع السيد النقيب. إن شاء الله كلنا حاضرين الجلسة إن شاء الله في جنوب السنة بإذن الله رب العالمين. هو الحكم باختصار شديد، الحكم لم يصدر صحيح القانون، والنص المعاقب به تم تطبيقه غير مصادف لصحيح القانون بالنسبة للواقع نفسها. وبالتالي هو بإذن الله رب العالمين احنا متأكدين من نتيجة الحضور بإذن الله رب العالمين في الجلسة إن شاء الله رب العالمين الحكم يتعنى. المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره بغلق كليات الحقوق بنظام الجامعة المفتوحة نظرا لأنها كانت شهادة فخرية. أسبابه كده، أسباب مجلس الأعلى للجامعات في إنهاء أو عدم الاستمرار في الجامعة المفتوحة لكليات الحقوق، إنه كانت كليات الحقوق في نظام الجامعة المفتوحة هي شهادة فخرية وليست شهادة جامعية ترتقي لشهادة كلية الحقوق في الجامعة النظامية أو الانتسابية. بالخصوص دوت أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرار بإلغائها، فبالتالي المجلس الأعلى للجامعات نفسه ألغاها وقال إن هي شهادة فخرية. ومن ثم فإن الجامعة المفتوحة خريج الجامعات المفتوحة لا يقبلوا قدامه أي هيئة قضائية، لا مجلس الدولة تقبلهم، اللي أصدرت الأحكام بضرورة خدمهم في نقابة المحامين، مجلس الدولة نفسها ما بتقبلهمش كمسوغ لتعيينهم في كنواب في مجلس الدولة أو قضاء في مجلس الدولة. طبعا إحنا مع النقيب قلبا وقالبا، واللي بيحصل دوت مهزلة إن الجامعة المفتوحة طلاب الجامعة المفتوحة يلتقوا ب نقابة المحامين. من المعروف ان نقابة المحامين ديت هي نقابة العظماء ونقابة الوزراء. ازاي الدايرة بتاعت مجلس الدولة اللي اصدرت القرار دوت تسمح بالكلام ده اذا كان هم نفسهم ما بيلتحقوش طلاب الجامعة المفتوحة بمجلس الدولة، ولا نيابة ولا شرطة ولا اي حاجة. استحالة تكون نقابة المحامين بوابة لكل من هب ودب ان هو ملوش وظيفة معينة او ليه مكان معين يلتحق بنقابة المحامين. واحنا طبعا مع معالي النقيب قلبا وقالبا، وان شاء الله خير باذن الله.